سيناء لها طبيعة خاصة جدا، في برنامج كامل في البرنامج الحكومي لتنمية سيناء. والحقيقة سيناء أعتقد بالنسبة للمصريين كلها اهتمام الدولة بيها ده ساعد الشعب المصري كله. ولكن سيناء في الفترة اللي جاية دي الحقيقة غير ان احنا الحقيقة في استثمارات كتيرة أي متوجهة لسيناء، وفي خطة كاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وفي مجلس معني تم تشكيله لتنمية شبه جزيرة سيناء. احنا اتكلمنا ان احنا استثمارات متوجهة للصعيد، احنا اتكلمنا ان احنا عندنا في مصانع وفي دراسة موجودة، بل بالعكس على فكرة قطعة الأرض يعني عشان يشجعوا المستثمر لو هياخد في المدن الصعيد هتبقى أرخص من اللي أخد في المدن المتمركزة عندنا هنا، فدوع من أنواع الدعم ليه. المراكز بتاعة المستثمرين ما كانتش فقط لغير موجودة في العاصمة ولا هتبقى منتشرة موجودة في أكتر من محافظة. والحقيقة أني عندك كمان جزء مهم جدا تنمية الصعيد، أنا مش عايزة أشوفه فقط لغير تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل، بالتأكيد في غاية الأهمية علشان ننوع الاقتصاد بداخل مدن الصعيد فنمنع عملية الهجرة. الحقيقة احنا شغالين على ملف التعليم كمان في الصعيد، دولة رئيس مجلس الوزراء المدرسة اليابانية أسيوط دي بداية التجربة بادئة، فده يقول لك قد كده. على فكرة كمان في برنامج الحكومي تنمية الصعيد إحدى البرامج الرئيسية اللي موجودة، البرامج عندنا 159 برنامج فرعي منبثق من 25 برنامج رئيسي في البرنامج الحكومي منهم تنمية الصعيد. أنا هقول لك على حاجة بسيطة جدا، أنا عايزك تبصي على المرافق، على الصرف الصحي وتواصلات شبكات المياه اللي وصلت في الصعيد. من الأخير هو عملية التدريب ودعم الكفاءات المؤسسية ودوت الـ OECD. والحقيقة هما كانوا لسه الأسبوع الماضي في وفد موجود ولف في المحافظات المختلفة ومع الوزارات الأخرى المعنية، والحقيقة أن هما رفعوا تقرير بعملية توحيد الأهداف علشان نشوف إيه اللي مطلوب أن احنا نعمله في دعم المؤسسي وعملية التدريب وعملية اللامركزية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.